السلام عليكم خوتي المغاربة. أنا السيدة اللي ولدها تعرض للهجوم الوحشي من طرف جوج مانيلوا ليلة العيد الأضحى، لكتو ذكرتو القضية اللي صدر بحث بخصوص هاد السيد اللي أطلق الكلاب على ولدي بحضوره، واللي تعداو على ولدي بواحد الطريقة اللي هي صعيبة، اللي كنت أنا ما نكذبش عليكم كنت أسحب ولدي ما كانش غادي يبقى ليا. دابا انا جيت كنهضر في هذه القضيه وبغيت نشارك معكم المستجدات اللي في هذه القضيه بخصوص اللي عندي. انا بقيت كنطلب وهدرت على قبل هذه القضيه في جميع المنابر الاعلاميه بالصوت ديالي وصل، باش القضيه ديالي تولي قضيه راي عام ويتخاد فيها. في حين كنشوف هذا السيد باقي حر طليق شهر، دابا هو باقي حر طليق، باقي ما تخدات اتجاهه حتى شي حاجه، باقي كيدخل هذا السيد لمواقع التواصل وكيهضر بكل اريحيه وكيصيفط ليا ناس كيجيو عندي المنزل ديالي باسماء مزوره، ما عرفتش انا دوك الناس اصلا كيدخلوا عندي بواحد الطريقه انهم باغيين يصلحوا، وكيدخلوا مع الزوج ديالي في ابتزازات وكيدخلوا في مساومات باش يضغطوا على الزوج ديالي باش يسمح ويتنازل في هذه القضيه، وهو اللي باعتهم وانا متاكده من هذه المسألة لأن هاد الناس معاه هو. أنا يرفض ثبت أنني نناقش الموضوع مع شي حد في هذه المسألة، لأن يعني باقا كنقول وباقا تنقول أنا غنبقى في هذه القضية ديال ولدي حتى الأخر. وأنا دابا كناشد السي الحموشي، يعني جوج الناس اللي عندي فيهم الثقة اللي بغيتهم يعاودوا يشوفوا الملف ديال ولدي ويعاودوا يعرفوا المستجدات اللي فيه، السي الحموشي وجلالة الملك نصره الله. وكنطلب المغاربة كاملين يكونوا مورا هذه القضية ديال ولدي، لأن هو موراه ناس ومسخن كتافه بناس، ولكن أنا مورايا المغاربة كاملين. هذا هو النداء ديالي، أن بالمغاربة أنا باش كنتحمى وبالمغاربة أنا باش كنسخن كتافي. الموضوع اللي كنهضر عليه وجيت كنهضر عليه، والرسالة اللي جيت بغيت نوصلها لخوتي المغاربة كاملين، أنا تحقرت في هذه القضية بخصوص هذا السيد اللي كيصيفط ليا ناس باش أنا نسامح بحق ولدي. واش الوليد اللي تعرض لهجوم اللي المغاربة كلهم شافوه، اللي نجا من موت محقق، اللي تعرض واحد الهجوم وحشي من طرف جوج كلاب مانيلوا افترسوه بطريقة وحشية في حضور مولاهم، وانتم عارفين كلاب مانيلوا إلا ما عطاهمش الأوكي مولاهم ما يقدروش يهجموا شي حد، وما دار حتى شي مجهود باش يفك ذاك الوليد. كون ما حضر داك الشاهد الاثبات اللي عطى التصريحات ديالو، داك الشاهد الاثبات اللي قال الواقعه كيفاش وقعت، كون ما حضرتش كون لقيت غاول الحويجات ولدي في البلاصه. راه اي ام مغربيه في هذه اللحظه غتكون تحس بيا وتحس بداك الاحساس اللي كانت تحسه الام اللي تحقرات، لدرجه انني انا خاصني معالجه نفسيه ماشي غير ولدني. كلنا كنعيشوا واحد الاضطرابات اللي بقى دابا الان ماثره على النفسيه ديالنا، كنحس مع غير صداع في الزنقه وولدي حدايا كيشدني واحد الخوف، كنبقى كل انطراعه حتى كيخوي عليا ما عاد نرجع لحالتي النفسيه، يعني باقى اثار الصدمه باقي في القلب ديالي وباقي الاثار ديالها ما مشاتش. وهذا السيد باقي حر طريق كيدخل لمواقع التواصل وكيهضر بكل اريحيه، ومني انا رفضت المساومات والابتزازات اللي جاوني باش انا نطوي القضيه ديال ولدي، دخلوا معايا في مواضيع اخرى. وهذا هو الموضوع اللي جيت كنشارك معكم اخوتي المغاربه، لان بغيتكم تعطيو واحد كلمه حق في هذا الموضوع. واش انا راه امراه مغربيه والوليد راه وليد مغربي، وانا ما تنهضرش على ولاد المغاربه، كنهضر هذه القضيه بغيت تم العالم كامل كلشي يشوفوا وهضروا في هذه القضيه، لان ولدي تعرض لهجوم خيب غير انساني كان داك الوليد. وهذه الجريمه كنحسبها انا جريمه متكامله الاوصاف مع سبق الاصرار والترصد، لان هذا السيد دار جريمته وفي حضوره كلابو كانوا كياكلوا ولدي. داك الشيء علاش جيت انا كنشارك معكم المستجدات ديال القضيه. دابا مني دخلوا دوك الناس الابتزازات ديالهم معايا انا رفضت، والموضوع كنقولو لاي واحد وباقا تنقولو، عمرني نبيع ولدي، ولدي حق ولدي، انا ما نرتاح حتى ولدي ياخذ الحق ديالو باش ولدي ترجع لي ديك الثقه النفس ديالو، لان الوليد باقي صغير وباقي عنده احلام وباقي عنده شحال ديال الحوايج، خاص الثقه ديالو ترجع لي في الوطن ديالو، خاص يتخاد لي الحق ديالو. دائما كيسولني دائما نفس السؤال، كيفيق عليه وينعس عليه، هاد السيد واش شدوها ماما، هاد السيد واش شدوها ماما، وانا دائما كنعطيه وعود كاذبه. خاصني السؤال باش غنجاوب ولدي، خاص ضروري السؤال باش غنجاوب هاد الوليد ونجاوب المغاربه كاملين. علاش انا كناشد السي الحموشي اللي فوق راس الامن كامل، وكناشد صاحب الجلاله الله ينصره ويخلي لنا الحامي حما والدين اللي صاهر على الامن هذا الوطن، انه ينظر نظره كبيره في الملف ديال ولدي ويعطي الكلمه ديالو في حق هذا السيد هذا اللي باقي كيدخل لمواقع التواصل، في حين اننا كنعرفوا باللي كاينين مواقع اللي كاينه المخابرات الالكترونيه اللي ممكن يقدروا يجبدوا هذا السيد. بغيت انا اعرف
نطرح سؤال، واش هاد السيد عايش بالسيروم؟ هاد السيد راه ماشي جن ما كيتشافش، هاد السيد راه بشر وضروري غيكون يتحرك وضروري غيكون يتقدم ياكل، غا ضروري خاص الامن يجند شويه من الخدمه ديالو ويحاولوا يقبضوا القبض عليه في اقرب وقت، لان احنا كنعيشوا واحد الخوف، نعيشوا واحد الخوف من خلال هاد السيد، ما حد باقي طريق حر وحنايا خايفين منه، ولدي ما بقاش كيبغي يخرج ليا كنخرجوا بزز، باقي ولدي كندير ليه متابعه نفسيه لحد الان. ها هما الشواهد الطبيه اللي بغيت نجاوب، واحد الجواب بغيت نجاوبه للناس اللي دخلوا معايا في مساومات ورفضت لهم البث مني، انا ما قبلتش داروا بلا انا هذا الشيء اللي طرى لولدي مسرحيه مسرحيه مفبرك. بغيت نطرح سؤال على هاد الناس، اش من ضمير عندهم واش من قلب عندهم اللي غيفسروا التفسير اللي طرى ليه ولدي بهذا الشكل؟ كنظن هاد الناس ما عندهمش الكبده وما كيكسبوهاش، لان ولدي شافوه المغاربه كاملين وتعاطفوا مع المغاربه كاملين، والنسبه الاغلبيه ديال المغاربه الحرار اللي كنهضر عليهم ماشي البعض، البعض اللي هما اللي ينتقدوني اللي مع هاد السيد هذا، وانا متاكده 50% انهم مورا هاد السيد وبالله معاه، لان دخلوا المواقع التواصل وبقاو كيسبوا فيا ودخلوا ليا في الاعراض ديالي. بغيت المغاربه كاملين يشوفوا هاد السكاني اللي الوراق اللي لاحوا، الكلمات اللي لاحوا في حقي انا واللي تعايرت فيها واللي تقالت في حقي، هاد بغيتهم يعطوا الكلمه ديالهم. هاد السيد هذا كنت تاقد هذاك الشيء اللي درت وبشي طريقه مأدبه، وقال انني ما خصنيش ندير هوك ولا ما خصنيش ندير هوك، نقدر نقول لك انا عنده الحق. هاد السيد هذا دخل في العرض ديالي لانه قال بالمصطلح بحال هكا بالمصطلح، قال من بات ولدها بدريهمات مستعدة أن تبيع عرضها وعرض زوجها ووطنها ووووو. بغيت نعرف هذيك ووووو شناهي، واش أنت قادر تحمل مسؤولية هذا الكلام اللي قلتي؟ لأن هذا الكلام اللي قلتي كبير، وأنا أي واحد قال في حقي وهضر في الشرف ديالي ودار وقام بالتشهير ديالي في أي حاجة غنتابعو ولو بكلمة ولو بحرف واحد غنتابعو حتى الأخر، لأن القانون الحمد لله كاين في البلاد، وأنا غنبقى نطالب بحقي من أي واحد جرأ وقضى وبغى يدير تشهير وبغى يقول شي كلمة في حقي وفي حق الزوج ديالي غنتابعو حتى الأخر. هذا هو الكلام اللي نقدر نقولو ليه ونوصلو ليه أي واحد. السلام عليكم خويا، وانا دايريني انا كان انا درت بولدي، ضحيت بولدي باش انا هذا السيد نصيفطو للحبس، وهذا السيد انا نضحي انا براسي الكبير، علاش نضحي بولدي انا باش نصيفطو للحبس؟ وهذا الشيء كيقول لك لا راه حنا درنا مسرحيه، صيفطنا ولدو باش يعدو الكلاب باش راه كيدير. هذا السيد هذا مجرم، كيدير بزاف ديال الحوايج وما كيتخادش ما كيتخادش العباد الحق ديال عباد الله، هذا الشيء راه ماشي معقول، ومازال كيهاجم فينا ناس اخرين من وراه، الناس اللي كيعرفوه كيهاجموا فينا في الفيسبوك ودخلوا لنا دخلوا فينا طول عرض وشي حوايج كيقولوا ما يتسمعوش، وهاد الناس ما كيعرفوناش، ما عمرهم جا عرفونا ولا عمرهم جاوا ريحوا معنا ولا حتى شي حاجه، ماشي حشومه. انا كنطلب بسيدنا الله ينصروا لينا ويخلي لنا يخلي لي وليداته وصحيحته وسي الحموشي، هما اللي خاصهم يوقفوا لنا معاه في هذا الميل. في هذا السيد هذا شهر هو باقي ما مشدود ما والو، كيهاجم فينا وكيصيفط لنا الناس باغي يبيعوا نبيعوا لنا ولادنا، باغي نسامحوا وعطونا الفلوس. حنا واش حنا واش حنا محتاجين الفلوس؟ حنا الحمد لله كنضربوا التمر على وليداتنا، لا انا ولا الزوجه ديالي كنضربوا تمارع على الوليدات، على باش نشدوا الفلوس على ولدنا، وراه وقع مازال هذا السيد هذا ما كيحشم ما كيخاف، والناس اللي من وراه مشجعينه. هذا الشيء هذا السيد هذا اش نقول لك اخويا؟ تاغي بزاف تاغي بزاف، وانا ما انا ما انا ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي الحق ديالي هو يتخاد مني. بغيت نهضر بخصوص هاد الناس اللي كيدخلوا المواقع التواصل واللي كيقولوا كلنا مع هاد القضيه هذه وراه حنا مطمنين معاه وباللي حنا بغينا نسدو ليه فمو وبغينا نلجمو حيت قال كلام الحق. انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، انا حاجه وحده اللي درتها هي طالبت بحق ولدي، واش عيب نطالب بحق ولدي؟ هذاك راه ولدي راه محسوب عليا انا، لا ما طالبتش بحقه غدا مني غيكبر غيلومني، لان يعني الدري خص ترجع ليه الثقه ديالو في الوطن ديالو وفي الامن ديالو اللي كيعيش فيه. هاد الوليد هذا يوميا كيفيق وكيصبح كيسولني على السيد واش تشد ولا ما تشدش، غنبقى انا نكذب عليه؟
خاص ضروري نعطي لولدي شي جواب، لانه كيعيش في بلاد الامن والامان. هادشي اللي كنعرفو قال لي فوق من راسهم السي الحموشي، وكنعرفوه اشنو داك السيد، انعرفوه اشنو شنو هو، وكنطلب صاحب الجلاله حتى هو يتدخل ويعاود يشوف الفيديوهات ديالي اللي كنتلحت، ويشوف شهود الاثبات اللي معايا في الفيديو، ويتابع القضيه ديالي ويعطي الكلمه ديالي في حق هذا السيد، لان هذا السيد كيدعي بالقوه، وبالله راه ما غيتشدش. والهضره اللي كتقلت في الاول ها هي خير دليل، انا كنت عارفه ما غيتشدش. انا ما جيتش في الاول قلت هذا السيد راه حامين وناس، انا ما جيتش وقلتها من فراغ، وما قلتش هذا السيد راه طاغي وكيدعي انه هو راه فوق القانون، والدليل انه دابا باقي ما تشدش، شهر دابا باقي ما تشدش. يعني الكلام ديالي كان في منطقي، يعني الكلام ديالي ما قلتوش من فراغ. دابا انا كنطلب وتنعاود نطلب يشاف القضيه ديالي، ونبغي المغاربه كاملين كاملين يتبعوا معايا هذه القضيه. الطلب ديالي انني انا مسخنه كتافي بالمغاربه، والمغاربه هما اللي غيكونوا مورايا، ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى. يتبعوا معايا القضيه حتى الاخر، ويطالبوا بالحكم ديال هذا السيد في اقرب وقت، وهذا هو الطلب ديالي. واي واحد جرى انه يدير لي تشهير ولا ابتزاز في قضيه ولدي باي حرف حرف واحد، راه غنتابعو حتى الاخر كيف ما بغى يكون النوع ديالو، لان بلاد الامن والامان، واي كلمه قالها غادي تحاسب عليها، وغادي نمشي معاه فيها لابعد الحدود. وكنطلب من جلاله الملك ومن السي الحموشي يعاودوا يشوفوا النظره في الملف ديالي، لانني مواطنه مغربيه وعندي الثقه الحمد لله في الامن ديالنا، وفي هاد جوج الناس اللي عندي فيهم الامن، عندي فيهم الثقه الكامله. بغيتهم ينظروا نظره ويعاودوا يراجعوا الملف ديال ولدي، لانني انا راه ما متنازلاش على هذا الملف، راه ما عمرني غنتنازل على هذا الملف، واخا ما عادش شكون يجي عندي، لان ولدي هذيك الكبده ديالي اللي كنت غنضيع فيه، وكون ضاع ليا ولدي انا وكنت شد هذا السيد في الحبس، اش كنت غنستافد انا؟ ما غنستافد حتى شي حاجه، على الاقل يرجع الثقه لولدي. داك النشيد الوطني اللي حفظوه لولدي في المدرسه راه خصو يامن به، خصو يكون به. لذلك النشيد الوطني اللي تقال لولدي، يعني كل نهار هذا الوليد كيسولني انا داك الوليد واش تشد، هذاك السيد واش تشد، ماما واش تشد. خاصني نلقى لولدي جواب، خاصني نلقى لولدي جواب في اقرب وقت، باش ولدي ترجع ليه الثقه في نفسه وفي الوطن ديالو. هذا اللي كاين.